جبل طارق أشهر منطقة صخرية في أوروبا. المنطقة خاضعة للتاج البريطاني وتقع أقصى جنوب إسبانيا وتبلغ مساحتها 7 كيلومترات مربعة. يعيش هنا أكثر من 25,000 نسمة ومعهم نحو 200 من قرود المكاك البربرية التي تعيش فوق قمة جبل طارق. يقوم إيريك شو بإطعام القرود ومراقبتها كل صباح. هذا النوع من الثدييات هو الوحيد الذي يتمتع بالحرية في أوروبا. وجود مثل هذه القرود شيء غريب في أوروبا لأن موطنها الأصلي هو أفريقيا، لهذا نفعل كل ما بوسعنا لحماية القرود. يحصل كل قرد يوميا من الحارس على نصف كيلوغرام من الخضروات والفاكهة، أما باقي كمية الطعام فتجمعها القرود بنفسها، ولا تجد مشاكل في ذلك لأن نحو 3 ملايين سائح يزورون سنويا هذه المحمية الطبيعية. وهناك أسطورة تقول إن حكم البريطانيين سيستمر طالما بقيت القرود على جبل طارق. لا ندري كيف وصلت القرود إلى جبل طارق، ولكنها تعيش هنا منذ أكثر من 300 عام، أي منذ قدوم البريطانيين لجبل طارق في عام 1704. القصر المشيد في عام 1160 يذكر بحقبة الموريين، وبعد انسحاب الموريين قام الإسبان بتوسيع القلعة، وبعدها جاء البريطانيون. يمكنني وصف سكان جبل طارق بأنهم من البريطانيين اللاتينيين، فنحن أكثر التزاماً ولا نحب الاسترخاء مثل الأسبان، كما أننا نتمتع بمنطقتنا البريطانية الصغيرة تحت الشمس. تم اختيار جيل فرانسيس تيرون كمالكة جمال جبل طارق في 1985، اليوم تعمل كمديرة في القطاع السياحي. أكثر الأماكن المحببة إليها هي كهف سانت مايكل. منذ 10 سنوات ينظم مرشد الجبال ماريو بالوكي جولات داخل هذا الكهف الذي تنساب المياه عبر صخوره. هذا الكهف واحد من بين 150 كهفا تنتشر في صخور جبل طارق الجيرية وتغسلها المياه منذ آلاف السنين، وعبر المياه المنسابة تشكلت صواعد ونوازل الكهوف. يزور هذه الكهوف نحو 1 مليون سائح سنويا. أحب هذه الكهوف وأحب شرحها للسياح، إنها لا تقارن برحلات التجول العادية. من فوق الجبل يمكن إلقاء نظرة على المدينة، وقد أضفت الثقافة البريطانية سحرها على المكان رغم التصاقه بإسبانيا. الخلاف حول السيادة على جبل طارق يؤدي بين الحين والآخر لتوترات سياسية بين إسبانيا وبريطانيا، غير أن البريطانيين يشعرون بدفء الشمس في مستعمرتهم الصغيرة مثل ما هو الحال لدى الزوجين كاثي وجيم فيلد. إنهم يعيشان هنا منذ أكثر من 20 عاما ويديران مدرسة لتعلم ركوب القوارب الشراعية، وببعض الحظ يمكن رؤية الدلافين. أما من يريد الغطس في الأعماق فسيرى حطام العديد من السفن مثل هذه السفينة البخارية. الغواص البريطاني توني ووتكنز يأتي إلى هنا بانتظام مع تلاميذه. هذه السفينة اسمها روسلين، وقد غرقت قبل 100 عام بالقرب من نقطة أوروبا، وهي أقصى نقطة في جنوب جبل طارق. من هنا تبعد إفريقيا بنحو 14 كيلومترا فقط. تقول الأسطورة أن هرقل شطر جبلين بفأسه في هذا المكان، وهذا صحيح من الناحية الجيولوجية، فالبحر المتوسط كان منطقة صحراوية قبل 5 ملايين سنة، وكانت الجبال هنا مرتبطة بأفريقيا، غير أن قوة الأطلسي شطرت الجبال ونشأ البحر المتوسط، وكان هذا أكبر تدفق للمياه عرفته البشرية، وبعدها نشأ جبل طارق. في المساء يعود الهدوء لصخور القرود بعد مغادرة السياح، ولكن غدا يوم جديد سيعود معه السياح لمشاهدة آخر أنواع هذه القرود في أوروبا.